مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، معك محمد جرامني من قناة جيتك. اليوم بدنا نحكي عن لعبة اللي فيها شخصية كثير محبوبة، مواليد التسعين الثمانين وحتى الألفين بيعرفوا هاي الشخصية كثير. هاي الشخصية كانت واحدة من أبطال الملاعب اللي كنا نسميه الكابتن ماجد. هاي الشخصية جدا جدا رائعة، كبرنا عليها، حبيناها وتربينا عليها. خلونا نفتح اللعبة ونشوفها. صراحة اللعبة أول إشي هي يابانية، لعبة يابانية أصلا، أغلب الأنيميشن هي جاي أصلا من اليابان. فخلونا نشغل اللعبة ونشوف. اسم اللعبة الأول بالصيني كابتن تسوباسا، إيش عنها إزاي؟ بعرفش كيف، ولكن هذا هو اسم اللعبة. فاللي كان يتوقع إنه اسمها الكابتن ماجد فالاسم غلط، مش الكابتن ماجد هون على الأقل. اللعبة مترجمة للغة العربية كمان، هاي شغلة كثير حلوة إنه في ترجمة للغة العربية. فخلونا نشوف اللعبة، بس بحضركم اللعبة فيش فيها أي دخل في الفيزياء، يعني إنه بيعمل حركات غريبة عجيبة، يعني زي برامج الأطفال، زي الأنيميشن، زي الصور المتحركة اللي حضرناها زمان. زي ما انتم شايفين اللعبة باللغة العربية، أنا عدلت على الخيارات تاعتها من ناحية اللغة ومن ناحية الشاشة. هات نعمل بدء ونجرب اللعبة. حاليا اللعبة راح تشتغل أوفلاين بكل الأحوال، مش راح ألعب أونلاين. ونبدأ. حسنا، أجل. حسنا، تمام. هون بيحكي لنا قصة الكابتن ماجد، يعني يمكن كلياتنا بنعرف الكابتن ماجد بس بنعرفش القصة الحقيقية، القصص اليابانية الأصلية عن اللعبة. この二人の出会いから少年の本当のサッカー人生が始まった。仲間、そしてライバルとの度重なる敵と、その中で育まれた友情、絆、そして別れ、その全てが少年を強くした。運命の出会いから4年後、数々の試練を乗り越え、少年は今。لكن الكابتن ماجد اسمه تسوباسا. تسوباسا ايش عنها ازاي؟ اوكي، اسم ياباني اصلي اكيد، مش عربي، مش ماجد. اوكي، رقم 10 رقم الكابتن ماجد، وهي شخصية الكابتن ماجد. يبدو انه بيسألني، تعالوا نجاوبه. ترجمة حلوة، ترجمة منيحة، يعني في كثير اشياء ثانية او محلات ثانية او العاب ثانية ترجمة بتكون فيها سيئة، ولكن هون الترجمة جدا ممتازة. الكابتن الخاص بنا اللي هو الكابتن ماجد. كمان هاي الشخصية متذكرها اللي هو المدرب. ابدأ المباراة بالضغط على جاي لركل الكرة من وسط الملعب. اوكي، تعال نبلش. جاي،
اعمل اسكيب وجاي W A W D A S W تمام الحرف اللي متعودين عليها دائما مش شيء جديد يعني اوكي هات نجرب شيفت بتخلي اللاعب يسرع يا جماعة كان مرة اللعبة مش زي الفيفا مختلفة كليا مقياس الروح القتالية اوكي ماشي ترجمة حلوة طبعا نكبس على الشيفت بشكل مستمر على أساس انه يسرع اللاعب كنترول الفريدة للاعب اوكي تمام شوي شوي بنجرب خطف الكرة حلو خطف الهم حرف الكي عساس يعمل تسديد على المرمى تمام اوكي جي اوكي لكن يعني الصور والفيديوهات والاشياء اللي بتصير كثير مشابهه للاشياء اللي شفناها وحضرناها في الكابتن ماجد في الصور المتحركه برامج الاطفال هاتوا نكمل تقريبا جول اوبا كل المؤثرات اللي بنشوفها هون يعني هاي مش فيفا يا جماعة تمام هاي لعبة فوتبول بس مش فيفا اللي مفكر انه حاله قاعد بيلعب فيفا لا مش نفس المبدأ بكفي الشخصيات هاي شخصيات برامج أطفال هاي أشياء اللي كنا نحضرها وإحنا صغار كنا نشوفها زمان أشياء اللي حبيناها وتربينا عليها عالية كثير تمام ال أو جي حارس المرمى هون قوي بشكل مش طبيعي او انا بعرفش العب هذا اللعيب بيخوف تمام هاي جول هاي جول هاي جول تقريبا جول كل ما فيها نفوت جول واحد نقول والله نعرف نلعب تقريبا تقريبا دائما تقريبا جول واحد بدي مش اكثر فيش أمل فيش أمل أوكي أخذنا الطابة كانوا نستعمل زمان او بتذكر في لقب لواحد من حراس المرمى اللي بيسموه الحائط الفولاذي او اشي عن هالزي افكر هذا البني ادم نفس المبدأ
حلوين. نقدم شوي. أبا أخذها. طيب زي ما انتم شايفين بيكسروا بعض تكسير يعني الاشي اكثر عن جد برهم جوت فار. جول 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 لا فيش امل. اوكي خدنا الطابق هاي المرة لازم تفوت جول ما ضلش فيها. يلا يا اخي حرام عليك بس جول واحد. طيب يلا مخالفات هون على اللي بيكسر الثاني وضغط الثاني. فيش مخالفات في هاي اللعبة صحيح؟ مكسر فيش مخالفة. طيب يلا لا والحلو كمان بشرح لك شو تساوي شو لازم تكبس يعني بحاول يساعدني على اساس افوت جول بس انا بالضبط معي. كمان بالضبط. اوكي يلا هاي جول هاي جول. كمان ما زبطش. ما خلاش حدا في طريقه بس لتفوت جول كمان لا كمان لا. الروح الألمانية اللاعب المطلق هسه انتبهت لهم شو يعني هذول. تمام الترجمة مش شرط تكون يعني أحسن إشي ولكن بتضلها منيحة. يلا بالضبط معيون. خدها
طيب اللعبة حلوة مش عاطلة مسلية بس صعبة صعبة كثير زي ما أنا شايف. بعرفش ليش متزبطة معي إني فوت ولا جول ولكن حاولت. بس إنه اللعبة حلوة بتجنن. أكثر شيء حلو فيها موضوع إنه مستعملين شخصيات الكرتون اللي بنحبها واللي تحضرناها واللي تعلقنا فيها كثير زي الكابتن ماجد وباقي الشخصيات الموجودة في اللعبة أو في برنامج الأطفال اللي كنا نحضره وإحنا صغار. أفكر اليوم بعدهم ببثوه. بكل أحوال اللعبة راح أكتب اسمها في الديسكريبشن تحت، راح أخلي اسمها تحت في الديسكريبشن، اللي بحب ينزلها من الإنترنت يدور عليها ينزلها ويلعبها. اللعبة كثير مسلية كثير حلوة، تختلف كليا عن الفيفا طبعا بالآخر نفس المبدأ لعبة فوتبول، ولكن الشخصيات اللي فيها والحركات والأشياء والأنيميشن اللي بتصير هي اللي بتعطي طعمة حلوة وشكل حلو لهاي اللعبة وبهاي الطريقة اللي ممكن عن جد تستمتع فيها. فكان معكم محمد جرامني من قناة جيتك، تحياتي.